هذا يقول: هل يدعو الرجل ويقول اللهم أدخلني الجنة من غير سابق عذاب؟ نعم. طيب، اسأل الله أن الله يدخلك الجنة، ولا تتعاظم السؤال من الله عز وجل. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. اسأل الله جل وعلا. نعم.